بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم أخواني أخواتي. من الأشياء المساعدة على التعافي هي يكون لديك عدة دوافع كي تتعافى. فمن أهم هذه الدوافع التي ساعدت الناس هي الحفاظ على الصحة، خصوصا ان انت انتبهت الى تأثيرها عليك، خصوصا اذا انت وصلت الى مراحل اصبحت تؤثر بشكل ملحوظ. المشكلة الكبرى التي تحدث عند اغلب الناس انه لا يربط بين الاعراض الجسدية التي تظهر عليه، خصوصا لم تكن اعراض شديدة الخطورة، الله أكبر الله أكبر، وبين الفاب والإباحية. فمن الأمور التي يكررها الناس هي تكرامة الإمساك. الإمساك عندما يتكرر هو خطر جدا على الصحة، سبب التهابات في الجسم، أي يسبب حساسيات، يؤثر على صحة الجسم بشكل عام، والتهابات إذا زادت في الجسم بشكل عام فإن جهاز المناعة يتحسس، يصبح الجسم على وضع غير طبيعي، كذلك سيؤثر حتى على البروستاتا، وأيضا قد تلتهب البروستاتا، هذا شيء ثاني. وأنت لا تريد ذلك، قد يلتهب الحوض، يشعل التهابات في الجسم كله، تشعر بآلام في العضلات، آلام في العظام، تشعر بأن رجلك أصبحت فيها وخزات ألم، فيها يعني تشعر كأنها شادة لكن أنت لم تلعب عليها يعني لفترات طويلة، لكن تشعر بأنها شادة، تشعر بأن صفحة القدم ومشط القدم، العظام التي فيه ليست بذاك القوة. كل هذا بسبب أن أساسا هناك التهاب امتد، فالتهبت العضلات، التهب العظام. استمرار بهذا الموضوع خطر جدا، لا أريد أن أفزعكم. من الأشياء التي تؤثر عليها أيضا قلة النوم. النوم ثلث الصحة، ثلث الصحة. الصحة أكل صحي ورياضة ونوم ايضا من الامور المهمه جدا، الحاله النفسيه، اي ربع الصحه، قول ربع الصحه. فانت شيء سهل تستطيع انك تنفذه، النوم، فكل من يمارسها يشعر بان اولا يسهر عليها، ثانيا حتى لو نام مبكرا يستيقظ عده مرات ويكون نومه غير عميق. هذا دافع الصحه. لذلك من المهم جدا انك تكون منتبه بين المرات التي أنت تنتكس فيها وبين الأعراض التي تظهر بعد الانتكاس، من تقطع نوم، من انتفاخات، من غازات، من التهابات، من بثور، من تكسر بالجسد، من اختلال بالدوبامين. هذه كلها أسبابها جسدية. احنا في السابق كنا نعتقد ان هذه اسباب نفسيه، ليست اسباب نفسيه. كثير من الناس للاسف يقول انا اريد ان اترك الاباحيه والفاب العاديه بسبب الاعراض النفسيه. الاعراض النفسيه اخر همك، يجب ان تكون الاعراض النفسيه اخر همك. الاعراض الصحيه هي التي انعكست على النفسيه. حينما تنام قليلا، حينما يكون الدوبامين منخفض تأكل أكل غير صحي، حينما تكون عندك تلبكات معوية، حينما تكون رجلك تشد بسبب التهابات، حينما تشعر بضعف عام، حينما تشعر، هذه كلها هذه لها أسباب، هذه كلها أمراض داخلية اشتعلت. يجب أنك أنت هناك نيران، كأن هناك نيران وصفات انذار، ويعني الحمد لله أن الجسم يحاول أنه هو يعني يطفئها مرة بعد أخرى، لكن أنت لم تعطي الجسم حتى أيضا
مساحة. فالمرض النكسة القادمة سيمتد، ستحتاج إلى فترة من أجل أن تتعافى جسديا. لا أريد أن أنا يعني أصدع عقولكم أو رؤوسكم بالرسائل التي تأتيني وشكاوي من يتواصل معي أو أرعبكم بها. أنت كن حكم على نفسك. أنت كلما انتكست أو كلما مارست تظهر عليك أعراض جسدية غير مريحة، هل هذه صدفة؟ تترك تذهب، تتكس ترجع، تترك تذهب، تتكس ترجع، تترك تذهب، تتكس ترجع. أنت عقلك في رأسك كنت تحدد. شيء ثاني، دوافع أو دافع العلاقات، ومن ضمنها العلاقات العاطفية، من ضمنها الزواج. يعني أنا أقسم العلاقات إلى علاقات عاطفية وعلاقات عامة، علاقات معارف أو علاقات أصدقاء أو علاقات أسرية. هناك يعني قد تضع 4 علاقات. علاقاتك العاطفية طبعا ستخسر إن كنت تخاطب أو ستتزوج أو كذا، ستخسرها. يمكن نوعا ما الزواج قد أن تصبر عليك، قد أن، لكن كيف ستخطب؟ سترى هي بوضوح أن أنت شخص بيتميل، أن أنت يعني غريب الأطوار. كيف ستتزوج لم تتعافى؟ شيء ثاني، علاقاتك مع الناس، تريد أنك أنت تتحدث معهم بشكل سليم، تريد أن أنت تكون حاضر الذهن غير مخدر. صدقني أنت حينما تتحدث مع الناس، حتى لو استطعت أنك تتحدث وتتواصل معهم وتأخذ وتعطي وتخرج معهم وتجلس، لكن أنت تحت تأثير مخدر. صدقني قد الآن أنت لا تصدقني، لكن بعد 10 سنوات من الآن، بعد 20 سنة من الآن، ستعلمون كم هو فعلا مخدر حقيقي. وحينما قالوا أن هذا هو الكوكايين البصري، هذا فعلا حرفيا ليس مبالغة أو تشبيه، لا هو فعلا يعني بالأشعة تبين هذا الشيء. الدافع الثالث، دافع الرياضة. أنا أتصمم أنك أنت تريد أنك تلعب رياضة لما لها من آثار صحية وآثار جسدية واجتماعية وآثار إنتاجية في حياتك، لأن الشخص الذي يعني النشيط ينتج وينجز كثيرا في حياته، حتى تساعدك حتى على العبادة، حتى على التواصل مع الناس، حماية زوجتك وأسرتك في المستقبل، حتى أنك الناس ينظرون لك نظرة أن أنت ألف ميل، يعني أن أنت رجولي. أيضا الرياضة ليست فقط، يعني أنت حينما تلعب رياضة تشعر بأنك رجل، هذا شيء عجيب. تشعر بأنك أكثر رجولة حينما تمارس رياضة وجسدك يعني يشد، تشعر بأنك أكثر رجولة. أنا في السابق كنت أظن هذا شيء نفسي، لا هو تبين أنه أيضا شيء جسدي، لأنك أنت عندما تمارس رياضة تفرز هرمون التستوستيرون، الهرمون الذي يفرق بين المرأة والرجل. هرمون التستوستيرون له أثر حتى على تصرفاتك الرجولية. تخيل تصبح أكثر رجولة عندما يزداد التستوستيرون عندك، تصرفاتك تصبح أكثر رجولة. لماذا المرأة تتصرف بشكل مغاير عن الرجل؟ لأن الرجل عنده تستوستيرون، التستوستيرون يجعله أكثر شجاعة، يجعله أكثر انطلاقا، أكثر نشاطا، أكثر قوة، أكثر يعني دخولا في المواجهة، دخولا أكثر يعني انبساطا للحياة وتفاؤلا وانشراحا. فالتستوستيرون مع الرياضة سيجعلك تشعر أنك أنت أكثر رجولة، والناس ستنظر إليك بشكل لا واعي أن أنت أكثر رجولة، خصوصا النساء ستنظر إليك أنك أنت أكثر رجولة، مع أن قد يكون هذا الشخص مثلا يتعاطى هرمونات، تكون هذه ليست فعلا حالته الطبيعية، قد يكون هو يعني. لكن بشكل عام إذا أنت كنت تمارسها بشكل طبيعي من غير هرمونات من غير كذا،
فأنت ستشعر أنك أكثر، أنك أنت أكثر رجولة. نظرتك للحياة ستكون، لن تكون منكسرا، ستشعر بأنك أنت أكثر رجولة، أكثر شجاعة، أكثر انطلاقا. دافع الواحد 2 3 4 5. الخامس طبعا دافع الرياضة، أنت تعرف بأنها هي تؤثر على رياضتك إن لم أصلا تجعلك طريح في الفراش. تأخذ من وقتك، تأخذ من جهدك، تأخذ من كذا. كلما انتكست تترك الرياضة تخسر المومنتوم، الاندفاع. فإن أنت يعني إذا أنت كنت فعلا متعطش للرياضة، فما ستفعله أنك أنت ستتجنب الانتكاس. لذلك سيكون لك دافع عظيم جدا أنك أنت تتجنبها من أجل أنك أنت اليوم تذهب إلى النادي أو تذهب تمارس رياضة مع أصدقائك أو مع نفسك أو أيا كان. وستحب الرياضة مع الوقت، ستكون هوايتك مع الوقت، ستكون الرياضة هي ما تعطيك الدوبامين. الذي الدافع الذي بعد الخامس، دافع الاستمتاع بالحياة. شكرا على مشاركتك يا الطائر. صحيح صحيح، انا وياك والله، انا وياك. ف بس عايز نكمل. ف دافع الرياض، دافع الاستمتاع بالحياة. تعلم انك حينما تنتكس لا تستطيع انك انت تخرج مع اصدقائك، اما او تخرج حتى انت لوحدك، اما لان كون الدوبامين انخفض لدرجه كبيره لدرجه انك لا تستطيع حتى انك انت تغادر غرفتك، او بسبب ان الوقت كله ضاع عليها. وهالشيء يتكرر يوم يومين ثلاث اربع شهر، فتمضي حياتك وانت لم تستمتع بها. والحياه جميله. الان العصر اللي احنا فيه يا جماعه، عصر المشكله ان يعني هذا العصر فرصه الاستمتاع فيه فرصه عظيمه جدا. يعني الان هذه السنوات المدن على الكره الارضيه عباره عن مدن ملاهي. يعني انا عندما كنت صغيرا او اول سنة 98 اول ما قصيت الليسن، يعني اول ما اخذت الرخصة، رخصة القيادة، يا جماعة دول العالم ما كان فيها شيء، سواء في الكويت او خارج الكويت. انا يعني كنت اسافر مع اهلي، يعني كثير سافرت عدة دول، كثير من الدول ما كان فيها شيء. انت تستطيع انك انت تلاحظ دولتك يعني، او تسأل الناس اللي اكبر منك. سيقول لك قبل ان ما في شيء، يعني انت حتى المدينه اللي انت فيها اسال شخص يعني بالاربعينات او بالخمسينات. بس طبعا لا تحاول انك انت تاتيها بجانب ان تنقيص تنقص، لا حاول انك تسحب من الكلام. فراح يقول لك انه ما كان في شيء. يعني انتم لان شنو المدن قاعد تبنى، لا تبنى بيوم، المدن تبنى شيئا بعد شيء. يوم بعد يوم يفتح كافيه جديد، يوم بعد يوم يفتح مطعم جديد، يوم بعد يوم تفتح مرافق جديده، يوم بعد يوم تفتح اسواق جديده، يوم بعد يوم تفتح، وهكذا. الى ان وصلت الى المرحله التي نحن فيها، الانشطه كثيره، الاماكن الترفيهيه. يعني اماكن ترفيهيه ليس بمعنى ان مدينه ترفيهيه، لا، الاماكن الترفيهيه اللي تستطيع ان تتروح فيها، الشواطئ ايا كان، حدائق كذا، أصبحت أكثر بشكل كبير جدا. للأسف أن في الوقت الذي تحولت فيه المدن إلى هذه هذا الجمال أو هذا التوسع العماني، الناس أصبحوا محبوسين مع هواتفهم داخل منازلهم، أو حتى حينما يخرجون انتباههم محبوس على الهاتف. تعرف لو أن الآن العالم على نفس ما كنا عليه قبل الهاتف، أنا عشت قبل الهاتف الذكي، لكن كانت الوناسة طلعت من خشمنا، لكانت السعادة يعني ظهرت من آذاننا. فخسارة بأنك أنت تترك الاستمتاع بهذا العصر. والله لو أنتوا كنتوا على أيام أول ما أنا كنت يعني 18 و17 و20، كانت في أماكن، لكن ليست كالآن.
الشيء الدافع الذي بعده تصحيح الوضع. انت ترى وتشاهد ان وضعك قد يعني نكب وتدهوى بعد 10 سنوات من انقباعك او يعني ارتكاسك او اندفانك، كلها كما تريد، تحت نير الإباحية او تحت تأثير المخدر الإباحية. فأنت كنت لمدة 10 سنوات مخدر بكوكايين او اندروفين او مورفين. نعم مورفين. فأنت كنت مخدر طوال الفترة الماضية، مخدر فعلا بشكل حقيقي ليس مجازي. لذلك الإنسان المدمن المخدر على طول يخرب حياته، يعني يفصل من عمله كذا، صحته تتدهور، ينام في الشارع، يعني في كل العلاقات يعني تتقطع، كل أواصف العلاقات تتقطع، دينه يخترب، كل شيء يخترب خلاص. فأنت الآن اجعل دافع تصحيح حياتك، تصحيح وضعك، استرجاع روحك وأمورك وتعديلها، يكون لك دافع. انت فعلا يعني انت تحتاج الى انك انت تسير في طريق استغفر الله، نسيت الاسم، فاجعل تصحيح حياتك دافع لك، لان انت تحتاج الى انك انت تسير على طريق التعديل. لا تحتاج ان انت تعدل حياتك فورا الان في الوقت الذي انت تريد تستعجل فيه تعديل ظروفك، وتريد ان تعدل ظروفك الان ستستمر بالادمان وستستمر بالانتكاس، لان هذه عقلية ان كل شيء تغيير جذري يحدث الان. هذه هي عقلية المدمن الذي يريد كل شيء فورا ويستعجل عليه وكذا، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مستعجل على وظيفة، مستعجل على انتقال لبلد ما، مستعجل على زواج، مستعجل على شيء، كل شيء تستعجل عليه تحرم منه عقابا، عقوبة. هذه سنة كونية، سنة إلهية. إن الله مع ومن صبر ظفر وبشر الصابرين. نعم، الصبر إنك أنت تنتظر، تطلع إلى نتيجة مرغوبة. فأنت دافع عظيم إنك أنت تريد إنك أنت يعني تكون على خط التغيير، تكون على طريق التغيير، تبدأ الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية الثالثة، وهكذا تسير طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة. أبدا لا تستعجل. شيء الثاني السابع هذا الثامن الرضا، تصحيح. نعم الرضا، أنا أقول لك على شيء، الرضا تخيل، هناك فرق بين التخيل المستعجل والتخيل الراضي. أنت حينما تريد أنك أنت تعدل وضعك سيكون عندك هدف، أنك أنت مثلا تحصل على وظيفة معينة أو جسد رائع أو على مثلا زوجة مناسبة أو كذا، أو مثلا علاقات، أيا كان الهدف، أو مبلغ مالي معين، أيا كان الهدف، فعليك أنك أنت تتخيله. لكن أنت تخيلته وشعرت أنك أنت مستعجل وتريد أنه يتحقق الآن، هذا سيقودك للانتكاس، ولأنك أنت تحرم من هذا الهدف من الوصول إليه. لكن ان انت شعرت بالرضا عندما تخيلت هذا الشيء، الهدف هذا، وشعرت بالرضا عن هذا الهدف وعن حالك الحالي، بان انت ستجذبها اليك، ستنتقل الى بعد مدة ما الى تحقيق هذا الهدف. طيب كيف ان انا راضي عن حالي الان
وكيف سيغير حالي إذا أنا راضي عنه. هو الحياة تسيبها الطريق، القانون هكذا يقول يعني، وهو يعني قانون موافق للشرع كتاب السنة 100%. أنت يعني حينما تكون راضي ستنطلق من باب أن أنا يعني عاجبني الوضع اللي أنا فيه، لكن أنا أطمح إلى وضع إلى تحسينه تعديله. أما إن كان الوضع اللي أنت فيه لا يعجبك فأنت ساخط، ومن سخط عليه السخط كما في الحديث، ومن وضع فله الوضع. سخط عن ربك، تسخط على الحال اللي أنت فيه، يعني أنت متسخط على قدر ربك. وحينما تتسخط على قدر ربك الله يعاقبك بأنه من شكرتم لأزيدنكم ومن كفرتم من عذاب لشديد. فإذا أنت رضيت يزيدك. حين أنا راضي عن الحال اللي أنا فيه الله يزيدني، غير حالي للأفضل. حتى من رضي بقضاء الله وقدره، احفظ هذه القاعدة، من رضي بقضاء الله وقدره ومن رضي بقدر الله غيره الله له إلى الأفضل. فأنت حتى تغير حالك يجب أنك أنت دوما ترضى، وأيضا ترع في ذهنك كم هو جميل أن أنت تنتقل من حالة جميلة، أنت الحالة التي تأتي فيها الآن، إلى حالة يعني مختلفة نوعا ما. قد لا تكون أفضل، بس إذا يعني أنت ترغب بها. فهذه دواء، عندما تتخيل لا تستعجل، فقط كن راضي. فهذه دوافع ممكن أن تساعدك على طريق تكون لك دافع لكي أنك أنت تتعافى. أتمنى تكون المسألة وصلت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، وفي أمان الله.